Good afternoon. Is... عصركم اسمي آن وأنا مديرة مكتب اليونسكو في كوديفوار. يشرفني عظيم الشرف أن أيسر اليوم هذه الجلسة في إطار سلسلة حوارات إفريقيا والمكرسة لموضوع السلام المستدام من أجل التنمية الأخذ بالحسبان عنصر التاريخ. نعبر عن عميق التقدير لمنظمي سلسله حوارات افريقيا على هذه الفرصه كي نناشد الافارقه جميعهم على زياره جذورهم واعاده رسم ذهنيتهم كي يملاهم الالهام بروايه وخطاب جديدين وذلك بفضل التاريخ والثقافه والتراث الافريقي لا يخفى عنكم ان قمه الاتحاد الافريقي اعتبرت واعلنت الفنون والثقافه والتراث بناء افريقيا التي نريد موضوع العام 2021. وذلك من اجل الاحتفاء بالتنوع والثراء في الثقافه الافريقيه بابعادها المختلفه. وعلى الرغم من جائحه كوفيد 19 تتحرك الامور سريعا هنا في افريقيا مع امل ان يكون النهوض افضل بعد هذه الجائحه وبعد التعافي منها شاهدنا جميعا بإعجاب كبير قبل بضعة أسابيع الموكب الذهبي الذي طبعا يتجاوز مجرد الإعادة الرمزية لمجموعة إلى مكان جديد، لكن في ذلك دليل يقوم على عظمة هذه الحضارة الفريدة وعلى القوة الناعمة التي تتمتع بها القارة السمراء. نشهد كذلك مطالبات عديده من بلدان افريقيه لاعاده ملكيات منقوله ذات قيمه وطنيه كبيره في اطار الهويه الثقافيه فالفن والثقافه والتراث هذه ليست مجرد قطاع واعد في اقتصاد مبتكر ويقف على الابتكار لكن هذه اصول غير ماديه تعزز العرى الاجتماعيه وتثبت دعائم السلام المستدام عندما تفهم قيمتها ويتم تشاطرها وتفهم من خلال عدسه التاريخ اخذينا اذن بالحسبان السنه التي اعلن عنها الاتحاد الافريقي تتواصل اليونسكو مع الجمهور الافريقي العام وذلك من خلال نشر التاريخ العام لافريقيا وهذه ثروه بحد ذاتها من وجهه نظر الافارقه انفسهم نحاول كذلك ان نزيد الوعي بشان هذه الفاعليات من خلال افلام ورسوم كرتونيه كما ونشجع الحكومات على ادراج كل ذلك في المناهج التعليميه في افريقيا في هذا السياق ولنضرب مثلا آخر من ديفوار على سبيل المثال تعمل منظمة اليونسكو على تعزيز المعرفة بالممالك الصغيرة التي غابت عن الذاكرة هذا والتحالفات بين الاثنيات كسبيل وأداة لتسوية وادارة النزاعات المعاصرة أقول لكم بالفعل ان هذه الأداة فاعلة ودعونا نرى كيف سوف يعلق المحاضرون المتميزون معنا اليوم على هذا التفاكر بموضوع التاريخ والثقافه والتراث وكيف يمكن لهذه العناصر الاخيره ان تعزز السلام في القاره وتصل بنا الى خطاب جديد حول افريقيا ومن افريقيا من دون اي تاخير اسمحوا لي ان اقدم المحاضره الاول البروفيسور شهيد فاودا طاب عصرك سيدي أنت دكتور حامل شهادة الدكتوراه بالفلسفة والأنثروبولوجيا من جامعة كوازولا ناتال وأنت مدرس الإنسانيات ورفع الاستعمار في جامعة كيب تاون في جنوب إفريقيا ومدير كلية الدراسات الإفريقية والجنسانية وتحديدا الأنثروبولوجيا والألسونية عملك البحثي يتصل بشكل أساسي اليوم بالمتاحف والهجرة الحضارية وديناميات الاجتماعية في المدن هذا إلى جانب فهم المجتمعات المحلية للسلطات التقليدية وذلك في بلدية تيك ويني وأنت أيضا عضو في عدد كبير من الجمعيات المهنية لن أسردها جميعها ولكن أذكر مثلا بجمعية الأنثروبولوجيا في جنوب شرق أفريقيا والوحدة أو الاتحاد الدولي لدراسات الأنثروبولوجية والإثنولوجية وانتعادوا كذلك بالمجلس الدولي للمتاحف الإيكوم e وعضوا بجمعيات الكومنولث للمتاحف سيرتك الذكية الذاتية عفوا مدهشه وبعد اذنك سوف اكتفي بهذا القدر وابدا بالسؤال الاول الذي اوجه لك هل لك ان تشرح لنا لو تكرمت مفهومك للتشابك العميق والطويل والمعقد للتاريخ الافريقي هذا التشابك اذا مع بقيه العالم ما هي المكاسب من التمييز بين التاريخ الافريقي الاصلي وثقافه او التراث الثقافي وتلك المفروضه من خلال نفوذ او تاثيرات خارجيه وكيف لهذا التمييز ان يستخدم لكي يظهر الهويه الافريقيه بما يعزز النمو الاقتصادي واهم من كل شيء بما يصون افريقيا تتسم بالسلام. شكرا جزيلا يا آن، وأشكر القيمين على سلسلة الحوارات الأفريقية. والشكر موصول لزملائي المحاضرين. من أبرز الحقائق المحرفة المستمرة بشأن أفريقيا هي القول أنها قارة مظلمة ملأى بالحروب والمآسي، ولا شيء تقدمه إلا معادنها البيئية، مواردها البيئية والمعدنية للعالم، ويقال أنها قارة بلا تاريخ، بلا حضارات، ولا مستقبل لا مع لها، وبالتالي أن الاسترقاق واستخراج مواردها مبرر، بطبيعة الحال. معظم الأفريقيين يدحضون هذه الرؤية. وكما يظهر من خلال سلسلة الحوارات هذه، هذه رؤية عنصرية مريعة وقد رأيناها تتجسد مثلا بما قاله الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، وفي الغالب تمثل افريقيا وتصور على انها من يتلقى هدايا الاخرين من المعارف والديانات والعلوم والتكنولوجيا والنهضه الحضاريه. وبالتالي هي تحصل على ما تلقاه من الخارج. وقد اشار ردا على ذلك بعض الافريقيين الى ان التزامنا في العالم قد اد او طريقه حضورنا في العالم ادت الى وقف التنميه. وقال آخرون أيضاً إلا حركات التحرر الوطنية في أواخر القرن العشرين والقرن التاسع عشر قد أنشأت أنواع جديدة من التقدم، وأنه علينا أن نزدهر في فترة ما بعد الاستعمار، وصحيح في القرن العشرين، وكما أشارت العديد من الوكالات الأممية، إن الإرث الثقافي للقارة قد تراجع وقد حدث ذلك بالاقرار بالجوانب غير الملموسه للحضارات الافريقيه من قبيل التنوع اللغوي والثقافي الذي اثر على سياسات الهويه والتنوع وكذلك الاختلافات بحقوق الإنسان وهذه من الإنجازات ولكن لا يجب أن نغفل عنصرين، أولا الشبكة الأوسع وسياق العلاقات الاجتماعية على الصعيد العالمي وهو أمر يجعل كل شيء يراوح مكانه في إطار ضيق الأفق، وثانيا أن معظم الروافع الأساسية للقوة الاقتصادية والسياسية موجودة خارج القارة في بعض الأحيان و الى جانب ذلك هناك هذه الافكار داخل القاره واحيانا ضد قوى وتاثيرات كبيره من الخارج والطريقه التي انظر فيها الى السلام المستدام هي من خلال التاريخ والتراث الذي يجب ان نفهمهما بالطريقه الطويله والعميقه والمعقده التي شابت طريقه انخراط افريقيا في هذا العالم منذ القرن العاشر قبل الميلاد الى يومنا الحاضر. وهذا التشابك هو جزء من نهضه حضارات اساسيه من الصين الى افريقيا فاوروبا. واعتقد في هذا الاطار ان المحيط الهندي يرمز إلى هذه الفكرة وإلى التشجيع على نهج تاريخي أكثر للثقافة بشكل أوسع كونها مجدية للمواطنين وكذلك للإشارة إلى التداخل والتعدد في التعبير عن الثقافات وال أوجه التراث العديدة في أفريقيا ويمكن أن ننظر مثلا إلى مثال شمال أفريقيا والمتوسط والروابط بين المناطق النائية وشطآن المحيطات وأي منطقة نختار هذه محاولة لجلب العمق التاريخي لشعوب القارات وتعدد السياسات والروابط وتعدد وتداخل أوجه التأثير والتجارب وأوجه الشبه وأوجه الاختلاف ويجب أن نحاول القيام بذلك بأوسع طريقة ممكنة دون أن يغيب عن بالنا ما هي المقادير المهمة أي القوة والمكان والناس والتنقل والهجره التي رسمت معالم القاره الافريقيه وليس فقط القاره الافريقيه بل اجزاء عده من العالم وفي هذا الشكل يمكننا ان نبدا فك الاشتباك بين مختلف اوجه التاثير هذه على اختلاف درجاتها وانواعها وفتراتها الزمنيه ويمكننا عندئذ ان نميز بين من منها لصيق بالقاره وبمظاهرها المحليه ومن منها قد فرض من الخارج والاهم ما يبرز من هذا التشابك انجز القول هو ما سوف يميز القاره عن سائر انحاء العالم وشكرا You. شكراً جزيلاً بروفيسور. كيف يمكن لنا من وجهة نظرك أن نفهم هذا التاريخ الطويل وهذا التنوع في القارة؟ ما الذي توصي به في هذا الإطار؟ من بين السمات الاساسيه لهذه القرون الطويله من التفاعل كانت حركيه وتنقل مجموعات البشر الذين كانوا يطلعون بنشاطات العماله والتجاره وتبادل البضائع والحبوب واحيانا الخدمات الماليه مثل اتاحه القروض على سبيل المثال وهذا يتضمن كذلك احيانا احتجاز او بيع وشراء الرقيق وكذلك العمل المحلي هذا العمل او هذه العماله تبدا مثلا بان يكون الافراد جنودا او ان ينتجوا بضائع ذات قيمه مثل الذهب او العاج لكن في هذه التبادلات ما يعتبر بضائع ذات قيمه بالنسبه لفئه من الناس قد لا يكون نفسه بالنسبه لمجموعه اخرى فلنقل في المحيط الهندي مثلا السيراميك الصيني الذي نجده على الساحل الشرقي وداخل افريقيا ايضا قد يكون من خلال مقايضه ذهب او عاج في مناطق اخرى ولكن الامر يرتبط ايضا بتنظيم النشاط المحلي الذي يتضمن طبعا انتاجا محليا ويعني كذلك السلطات السياسيه المحليه يعني الجهات الضاربيه يعني التبريرات للتحالفات السياسيه للتحالفات بين الاقارب التحالفات من خلال الزواج من خلال السيطره الدينيه او غيرها من اشكال الممارسات الثقافيه المسيطره الامر يرتبط كذلك برفض هكذا تنظيمات أو منظمات قد تؤدي إلى استعارة النزاعات والتي قد ترسم معالم التحالفات الخارجية وتؤدي إلى سياسات جديدة أحياناً. لا شك أن دراسات التجارة والتبادل أو المقايضات يجب أن يتضمن أيضاً البعد السياسي والاقتصادي والثقافي والأيديولوجي. لفهم مستوى هذه التنظيمات السياسية وشكل النفوذ الخارجي الذي قامت فيه شبكات التبادل هذه ومن بين الأمثلة الأساسية التي يمكن أن نضرب ومثل من القرى والمدن الأساسية التي هي جزء من الطرق التي هي طرق شبكات التجاره هذه شبكات التبادل والمقايضه، كيف التقت هذه الطرق؟ كيف تكيفت؟ وكيف تاثرت بممارسات ثقافيه جديده او كيف ردت هذه الممارسات ورفضتها؟ بالتالي هذه الفروقات في فهم حتى السلع والبضائع وما هو رأي الناس محليا من هذه البضائع مقارنة بآخرين متواجدا في أماكن جغرافية أخرى يشرح لنا فهم أعمق لهذه السلع وكيف تبنى قيمتها الرقمية والرمزية والثقافية كيف يستفاد منها في اطار التبادل وما الدور الذي تلعبه في التبادلات والمقايضات التي تتم الاهم من كل ذلك هذه التبادلات تتضمن تبادلا لافكار معرفيه لممارسات دينيه وكذلك ممارسات اخرى بما في ذلك ممارسات ثقافيه من قبيل الزواج أو حفل الزواج، ممارسات مرتبطة مثلا بالنوع الجنساني، بالفئة العمرية، بالمهارات، قد تكون مهارات من قبيل الملاحة أو التكنولوجيا، ما يتصل بالنباتات، بالحيوانات أو أشكال أخرى من التبادلات كهدية في هذه الأماكن. ولا شك أن هذه التكشفات الثقافية يجب ألا تعتبر شيئاً يضاف على التبادل في السلع و التبادل التجاري هذه جزء من حياه الناس وبالتالي هي متشابكه مترابطه بها وبالتالي ان تعدد اشكال التبادل يفترض تنوعا في الشعوب في الفئات المتواجده في هذه الاماكن وثقافات هؤلاء وهجره هؤلاء هذا الشكل من اشكال التبادلات ارتبط كذلك بدرجات مختلفه اماكن وفئات ومجتمعات محليه عبر المحيط الهندي كذلك يتحدث بعض الباحثين اليوم عن نظام عالمي افريقي اوروبي اسيوي بدا في القرن العاشر قبل الميلاد وذلك قبل بدء الاستعمار الاوروبي وصولا عفوا الى الاستعمار الاوروبي بالتالي يمكن ان نتفهم ونرى حركه الناس والافكار والثقافات والاديان وبالتالي نرى الفرق الاساسي في النفوذ في دور المستوطنات والمجتمعات المحليه بالتجاره بالسياسات المحليه بالهويات المحلية وبتأثير هذه الأخيرة على العلاقات الاجتماعية يعني بذلك ربما مدن قرى صغيرة أو حتى دول وعندما نريد أن نقارب الثقافة والتراث بشكل يأخذ بالحسبان التاريخ يجب أن نتذكر أن هذه العلاقات التبادلية هي تشاركية وبالاتجاهين وبالتالي مستندة إلى سوابق تاريخية ومرتبطة كذلك وتقاس على أساس أنظمة قيمية تظهر مع الوقت ومن خلال مراجعة الوضع الحالي للبحوث ومن خلال بحوث مبتكرة جديدة يمكن أن نفهم بشكل أفضل نشوء هذه الممارسات الثقافية التي غالبا ما تسمى تقليدية ويمكن أن نراها في الواقع دائمة التغيير. وليست بقايا لا تتغير من الماضي. هذا في افريقيا سوف يسمح لنا بأن نفهم تجاربنا مع بقية العالم بشكل أفضل. ومن شأن ذلك أيضاً أن يسمح لنا بأن نفهم مكاننا، مكانتنا كذلك في العالم بدل أن نعتبر من بين البلدان الناميه هذا يظهر نمط الانتاج انتاج الافكار والاديان والتكنولوجيا والبضائع والخدمات ولماذا بعض هذه الاخيره يتراكم لماذا بعضها يتم مقايضته ماذا عن الوضع الثقافي المختلف وماذا عن المعنى الذي نولي لهذه الاخيره في المجتمع المحلي وفي الشبكه الاوسع لهذه التبادلات شكرا شكرا جزيلا بروفيسور شهيد أعتقد أنك أثبتت بشكل جيد كيف أن الثقافة دينامية جدا وأشكرك على كل النماذج التي سقتها بشأن الهجرة التبادل شبكات التجارة أشرت أيضا كيف أنها قد بلورت نظم القيم وكذلك الممارسات وشرحت لنا ايضا تنوع القاره وثقافه القاره شكرا جزيلا بروفيسور اذن سنعود اليك في وقت لاحق الان انتقل الى السيده فاطمه مصطفى عبد العزيز طاب يومك سيدتي انت نائب مدير مركز الطفل للحضاره والابداع المعروف ايضا باسم متحف الطفل. حستي شهادة ماجستير في دراسات المتاحف وحاليا تقومين باعداد اطروحة دكتوراه بشان دراسات صون التراث والمتاحف. والمهم في مناقشتنا اليوم بالنسبه لحديثنا هو انك تملكين خبره تمتد على عشرين عاما في مجال تطوير المعارض التفاعليه بشان التراث والبرامج التعليميه واعرف انك العضو الوحيد في لجنه تطوير معارض متاحف الاطفال وبالتالي انت تشاركين في عدد من المؤسسات الدوليه من قبيل اليونسكو وشاركت أيضا في المركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها الإكرام في الشارجة وفي المجلس البريطاني وأنت مستشارة الاتحاد الإفريقي لشؤون التثقيف التراثي وأعتقد أن هذا يصب في نقاشي اليوم وسؤالي لك هو التالي سيدة عبد العزيز برايك ما هي الخطوات التي يجب ان تتخذها الحكومات الافريقيه من اجل وضع سياسات وبرامج تعليميه تثقف الشباب وتنمي معرفتهم بتاريخ افريقيا وثقافتها ما يساعد على بلوره هويه افريقيه وما يساعد ايضا على النمو الاقتصادي في افريقيا والسلام فيها ما هي إذن الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومات؟ شكرا شكرا لتنظيم هذه الجلسة والشكر موصول لكل المحاضرين دعيني بداية أستشهد بما قاله البروفيسور شهيد عادة نعتبر أن الرغبة بتحقيق السلام هي تحصيل حاصل ولكن لنحقق ذلك نحتاج الكثير من الخطوات من اجل توفير تعليم جيد يخدم بشكل افضل ارثنا ويجب أن نكفل أن تضع الحكومات الأفريقية سياسات وبرامج تعليمية تثقف الشباب وتنمي إدراكهم للتاريخ والثقافة في أفريقيا. هذه خطوات مهمة، وبرأيي يتعين على الحكومات الأفريقية أن تراجع كل قوانينها المتعلقة بثون التراث والحفاظ عليه، وذلك لكي تكون تتماشى والاتفاقات الدولية، ويتعين على هذه الحكومات أيضًا أن تقيم علاقات فعالة مع المجتمع المدني، ومع مختلف الكيانات الخاصة، ولا يمكن للحكومات أن تعمل بمفردها لصون التراث، وللحفاظ على إرثنا. فادماج صون التراث الثقافي والحفاظ عليه يحتم وجود خطه استراتيجيه ويستلزم التعليم على التراث وادماجه في التعليم الرسمي وقد قامت دول عده بذلك من قبيل استراليا والاتحاد الاوروبي وهم يعتقدون ان تحسين السياسات التعليميه اساسي من اجل بلوغ التنميه المستدامه الى ذلك يتعين على الحكومات الافريقيه ان تكفل بناء قدرات العاملين في مجال التعليم على التراث ويجب ان يرصدوا ايضا ميزانيه خاصه لهذا الشان ومن شأن هذه الميزانية أن تتأمن من خلال الاستخدام الصحيح للتراث دون أن نفرط في إصباغ الصبغة التجارية على هذا التراث. ويمكنهم أيضاً أن يؤمنوا هذه الميزانية من خلال الشراكة الفعالة أو المساعدة الدولية. وإذا ما وقعوا على الاتفاقات يمكنهم كما تعلمون أن يؤمن مساعده دوليه جيده لكل الانشطه المتعلقه بتثقيف الاطفال لدي تجارب عده مع اليونسكو ومع كيانات دوليه تعمل على تثقيف الاطفال بشان اهميه التراث وقيمته لقد انتجنا العديد من مجموعات الادوات ووضعنا خرائط عده لمواقع التراث وعناصره كما وضعنا خرائط محدده للعديد والكثير من الاماكن التراثيه لم نحدد موقعها على الخارطه فحسب بل حددنا ايضا عناصر الثقافه غير الملموسه والتي يجب ان نصونها لانها عباره عن تراثنا الحي وبالتالي هناك الكثير لتقوم به الحكومات من اجل صون التراث والحفاظ عليه لفائده الاجيال المستقبليه وذلك لننقل هذا التراث بطرق سليمه للجيل المقبل لانهم سوف يكونون قاده تراث افريقيا في القادم من سنوات الى ذلك هم سيكونون قاده هذا التراث ككل في المستقبل وشكرا Thank you. شكرا سيدة مصطفى، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالميسرة، هل تسمعينني؟ نعم أسمعك. نعم بالفعل يبدو أننا فقدنا الاتصال بالميسرة، ولكن سوف أتابع بناء على السؤال الذي كانت قد وجهته لك حتى نعاود الاتصال بها. إذا سؤال المتابعة هو ما الذي يمكن، ما الدور الذي يمكن للمؤسسات الأفريقية في مجال التراث والثقافة مثل المتاحف، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الأخيرة لتعزيز السلام والتنمية المستدامة، لا في سياق التعافي بشكل أفضل إثر جائحة كوفيد-19؟ ما ما هو هذا الدور برأيك؟ نعم، شكراً جزيلاً. لا شك أن المؤسسات الثقافية مثل المتاحف تلعب دوراً أساسياً في تعزيز ثقافه السلام والفرص بالتعلم مدى الحياه وكذلك صون التراث الثقافي فالتراث والتعليم على التراث للاطفال هو جزء مهم في ضمان والحفاظ على هذا التراث خلال جائحه كوفيد 19 كما نعرف جميعا لم يتمكن اطفال العالم واطفال افريقيا من ارتياد المدارس خلال سنتين المنصرمتين من هنا دور المؤسسات الثقافية. من وجهة نظري لا شك أن تعليم التراث وزيادة الوعي بشأن قيمة هذه الأخيرة بالغ الأهمية. فنحن طبعا نولي الاهتمام للتراث المادي وغير المادي ولاسيما حفظ هذا التراث ولكن يجب ان نتذكر دائما بعد زياده الوعي وتعليم الاطفال على فهم اهميه هذا التراث ولو راجعنا المناهج التعليميه والتربويه الرسميه في افريقيا او حتى في دول افريقيه عديده سوف نجد ان هذا التراث ليس ممثلا بالشكل الكافي في هذه المناهج وبالتالي بامكان المؤسسات الثقافيه مثل المتاحف أن تطلع بجهود أحيانا غير مخطط لها حتى لتسليط الضوء على تعليم التراث وتكون هذه الجهود على مستوى التراث الثقافي المادي من خلال ما يتاح ما يعرض في هذه المتاحف من تحف ولكن السؤال الأهم هو متى سوف تقوم المؤسسات الثقافية الإفريقية بإلاء الاهتمام لعرض وصون التراث الإفريقي الحي يجب ان نعيد النظر في تقديم او تمثيل التراث الثقافي غير المادي للاطفال والابتعاد عن العدسه المحليه الضيقه لكي تشارك المدارس الافريقيه في هذه الجهود وتركز على الثقافه المشترك بما فيه السلام والتنميه المستدامه للدول الافريقيه جميعها. في نهايه المطاف وكما نعرف على سبيل المثال التراث الحي مثلا في المجتمعات النوبيه وهذه هذا التراث الذي يتم تشاطره بين مصر والسودان. شاركت أطراف كثيرة فيه، ومثلا قبائل مثل قبائل البقارة بين السودان وتشاد وغيرها من الدول الإفريقية، شاركت أيضا في هذا التراث، وهي تتشاطره في واقع الأمر. بالتالي هذا التراث العابر للحدود يمكن أن يكون عنصرا من عناصر السلام المستدام للتنمية المستدامة في إفريقيا. ويمكن للمتاحف بوصفها مؤسسات تعليمية لا تتوخى الربح، بإمكانها إذا أن تشارك وتلعب دورا كبيرا خلال هذا الأسبوع، ويمكن أن تكون متاحف للمجتمعات المحلية. لدينا مشروع رائع جدا في واقع الأمر في وهو متحف غرب السودان، وهذه مجموعة عن متاحف ثلاث في مناطق في مناطق سودانية ثلاثة على سبيل المثال في في كردفان ودارفور وام درمان. ونحن نرى كيف يمكن لهذا المتحف ان يكون مبادرة تجمع الناس في السودان من خلال تشاطر الماضي والتاريخ. بالتالي لو أخذنا مثلاً آخر نيالا في دارفور من المناطق المتنازع عليها لا في أفريقيا فحسب، ولكن عبر العالم، نرى أن العمل على التعليم، على تثقيف الأطفال، تعليمهم قيمة السلام، يكون من خلال تثبيت هذه القيم في أذهان الأطفال. وبالتالي بإمكان المؤسسات التعليمية والمتاحف أن تلعب دورا كبيرا فكل المؤسسات التعليمية يجب أن تعمل يدا بيد وذلك من خلال تعزيز السلام والابتكار لإفريقيا ومن إفريقيا شكرا Thank you. شكرا جزيلا سيدة مصطفى على ما يبدو ميسرة الجلسة تواجه مشاكل في الاتصال بالإنترنت وهي لازالت تحاول أن تعود إلى المنصة من جديد لقد تحدثت بالتفصيل عن أهمية تنشئة الشباب على أهمية تراثنا واستخدام المتاحف لتيسير عملية التعليم هذه أشكرك على مداخلتك والآن أنتقل للسيد شاسور، وسأقدم لكم لمحة موجزة عنه على أساس سيرته الذاتية التي قدمها، السيد أولا سوبو شاسور من كبار المحامين في نيجيريا، وشريك في مكتب المحاماة أفريكا لو إن جي آند كو، والذي يقدم خدمات قانونية تجارية رياضية في نيجيريا. ويعرف أيضا لتمثيله للشركات متعددة الجنسيات والدول السيادية في العديد من النزاعات أمام محاكم النقد ومحاكم التمييز في نيجيريا وهو أيضا مؤرخ مرموق وكاتب وترأس لجنة تاريخ لاغوس و قاموا بانتاج حلقه دراسيه هامه في هذا الاطار مع مؤرخين اكاديميين بارزين وبعد ان عمل في إنفاذ القانون كمدع عام وكمفوض للعدالة في ولاية لاغوس بين 2007 و2011 خصص مزيد من الوقت لأعمال البحث والكتابة وقد حاز إثر ذلك جائزة عن كتب التاريخ التي كتبها ومنها ما كتبه تحت عنوان تاريخ مملكة في لاغوس وكتاب آخر تحت عنوان الملك والمستعمرة تاريخ موجز عن الحيازة البريطانية للاغوس وكتب أيضا نبذة عن تاريخ نيجيريا وغيرها من الكتب وهو حاليا يرأس المجلس الاستشاري لنيجيريا للكومنولث وكذلك هو يرأس لمؤسسة المسرح ومهرجان المسرح في لاغوس وغيرها من الهيئات أما بعد تلاوة هذه السيرة الذاتية المميزة سيد شاسور سوف أوجه سؤالي الأول لك لأفريقيا تاريخ طويل وغني وقلما نعرف عنه في غالب الأحيان وكما تعرفون أطلقت اليونسكو مبادرة تاريخ أفريقيا العام لتتوقف عند طريقة نظر الأفريقيين في هذا التاريخ وتصحيح الجهل السائد بشأن تاريخ أفريقيا، هلا شرحت لنا كيف تفهم تاريخ أفريقيا، وكيف يؤثر ذلك على تأكيد هويتنا الثقافية، وكيف يمكن أن نستفيد بشكل أفضل من الأصول غير الملموسة لخلق الظروف المناسبة للقوى الناعمة في أفريقيا، تفضل سيدي. شكراً جزيلاً يا ديفيد. يشرفني ويسرني أن أكون حاضراً معكم بمعية محاضرين مميزين. وأود أيضاً أن أشكر القائمين على مبادرة سلسلة حوارات أفريقيا، فهي مبادرة نحتاج إليها جداً. لي تعزيز الهوية الثقافية ويسرنا أن نتحدث عن مشروع تاريخ أفريقيا العام الذي أطلقته اليونسكو قبل عقود من الزمن وهو مشروع مبتكر وهو يأتي اعترافا بأثر التاريخ في بلورة هدف الوحدوية الأفريقية الذي كان ضروريا في تلك الفترة وقد أشار المتحدثون قبل ذلك إلى هذا الموضوع وقد لم يتم بذل الكثير من الأعمال والجهود من أجل تحقيق هذه الهوية واعتبر البعض أنه ليس أصلا هناك من هذه الهوية واعتبرنا أنه في حال كان لدينا مثل هذا التاريخ فهو لم يسهم في التاريخ العالمي والتجربة التاريخية وبالتالي من المهم أن نعتمد على الهوية والإنتاجية والتقدم لأنني أعتقد أن قوة أفريقيا مستقبلا تكمن في تعزيز إنتاجيتها وهويتها وفي هذا الإطار عنصر أساسي. قد يبدو أنني أكرر أمور معروفة ولكن صناع السياسات في افريقيا اكثر منهم في مناطق اخرى من عالم يبدو انهم لا يولون اهتماما كافيا للاصول غير المنقوله او غير الماديه والتي تشكل غنى افريقيا غالبا ما يتم وصف افريقيا من حيث مواردها الطبيعيه ومن حيث الفجوه في الموارد والحاجه لسد هذه الفجوه وخلق راس المال وقلما يتم الى اهتمام للاصول غير الماديه وكما تعرفون اذا ما حسب احتسبتم الاصول غير الماديه في العالم فترقى الى اكثر من 500 تريليون دولار في حين ان الموارد الطبيعيه لا تقترب من هذا الرقم الهائل وبالتالي علينا ان نعيد تذكير صناع السياسات والشعوب وقاده الحكومات بذلك ليفهموا ان الاصول غير الماديه في افريقيا هي قوه كل دوله وبالتالي قوه كل دول القاره الافريقيه وبالتعليق على مبادرة تاريخ أفريقيا العام، فهي مبادرة كبرى وهي عمل ريادي، ولكن أعتبر أن الحاجة تدعو إلى المزيد بعد من أجل جعل تنفيذها محليًا وجعل آثارها محلية ومن أجل أن نكفل أن تصل إلى القاعدة الشعبية إن جاز القول. أود هنا أن أسوق مثال كينيا. كينيا تعرف الان بتطويرها طريقه لتعميم مبادره تاريخ افريقيا العام في مناهجها التدريسيه وهذا امر يستحق كل الثناق. الثناء الثناء عفوا ولكن لازالت هناك العديد من الدول الافريقيه التي لا تعتبر ماده التاريخ ماده اساسيه في المدارس واعتقد انه يمكننا ان نقلب هذا المنحى أن تطبيق مبادرة طريق أفريقيا العام ومبادرات أخرى يجب أن يساعد على فهم قيمة الهوية الأفريقية من عمر فتي وصغير لأن هؤلاء الصغار هم قادة المستقبل ومن منظور قري يجب أن يدعم الاتحاد الأفريقي للانضمام إلينا مع الأمم المتحدة ولزيادة التعاون المؤسسي لضمان النهج المحلي أستخدم كلمة الصبغة المحلية لأن الكثير من الدول الأفريقية لا زالت تشعر بشكل كبير بأنها منفصلة عما يجري او منفصلة مقارنة من حيث السياسات والاتفاقات ومقارنة بما يجري في الشارع، وبالتالي يجب ان نكفل ان يتم استشعار الاثار على المستوى المحلي، وبالتالي يجب ان يكون هناك استخدام منهجي متعمد وواعٍ للتاريخ في صنع السياسات وفي التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية القارية. صناع السياسات والقادة الحكوميون يجب أن يعيدوا النظر في الإرث الثقافي والتاريخي، وأن يعتبرانهما أدوات للتنمية، وليس فقط أدوات للاهتمام الأكاديمي والحوار الفكري، فهذه هي أدوات للتنمية يجب ان تستخدم وتسخر لزياده الانتاجيه فاكرر في الانتاجيه يكمن مستقبل افريقيا والتاريخ هو التراث وهو الثقافه وهو جسر هام لتحقيقها وشكرا شكرا جزيلا سيد شاسور ذكرت ايضا مفهوم القوه الناعمه حبذا لو أسهبت بشأن هذا المفهوم وكيف بإمكانه أن يحمل القيادة الجيدة في القارة الإفريقية لا سيما للتعامل مع الظروف التي تعرفها القارة أرى أن الميسرة عادت وعدنا الاتصال بها ولكن إذا حبذا لو تناولت في البداية موضوع القوى الناعمة وكيف من شأنه أن يزيد من ال القيادة الرشيدة في إفريقيا تفضل سيدي نعم تناولت موضوع الأصول غير المادية ولعلكم تستذكرون أنه في موضوع الأصول غير المادية يمكن أن أتحدث أيضا عن القوة الناعمة عن القوة الناعمة فالقوة الناعمة على خلاف مثلا الأسلحة وغيرها من أشكال السيطرة الاستراتيجية. القوة الناعمة الهدف منها هو التأثير على الناس وبالتالي على هذا جزء اساسي من هويتهم. بالنسبة للقيادة يجب ان يتم التركيز على مستوى القيادة فعلى هذا المستوى طبعا تتخذ الخطوات المرتبطة بصناعة السياسات. إذا ما رجعنا كيفيه اداره النزاعات في افريقيا مثلا سوف نرى ان عددا كبيرا من هذه النزاعات طالت افريقيا لسنوات طوال وادت الى تراجع وتراجع تحديدا في مستوى الانتاجيه ثم فيما يتعلق بالقوى الناعمه والاصول غير الماديه والتاريخ نجد أنه لو تمكنا من ضمان أن الدراسات التراثية والثقافية وفهم الجيران والمجتمعات المحلية، إذا كلما حرصنا على زيادة ذلك، كلما كانت إدارة النزاعات أولوية وقبل اندلاع النزاعات. بهذه الطريقة يمكن أن نعزز السلام والاستقرار. باقتضاب أجيب أنه لابد من أن نقر بقيمة القوى الناعمة من خلال هذه الأصول غير المادية المسمى التاريخ والثقافة والتراث في القيادة وذلك كي نتمكن من أن نؤثر في أنفسنا أولا هنا في أفريقيا وأن نؤثر لاحقا بالنظام العالمي خدمة للمقاصد الإفريقية مثلا إذا ما رجعنا أي نزاع نراه اليوم في أفريقيا تصل بالحدود أو تقرير المصير أو ما شابه هذه المسائل يمكن التعامل معها بسهولة لو كان السبيل هو التواصل والحوار بين المجتمعات المحلية وكذلك على مستوى الدول في القارة لفهم تاريخ وتراث الآخرين شكرا شكرا يا سيد شاسور على هذه المداخله القيمه وما ادليت به فيما يتعلق بالقوى الناعمه والقياده وكيف يمكن ان نستفاد منها في التاثير على النقاش العالمي لو جاز القول وال نشكرك أيضا على الكلمات الطيبة التي وجهت لليونسكو ومشروع التاريخ في كينيا في كينيا في واقع الأمر نجحنا بالفعل بإدراج ذلك في المناهج التعليمية وهذا مثل جميل على النجاح ونشكرك على الكلمات التي وجهت لنا ثم الآن ننتقل إلى المحاضر الأخير السيد شارل أكيبودي طاب عشرك يا سيد شارل انت باحث في معهد التراث الثقافي في كابو فيردي انا اعرفك معرفه جيده لسنوات لانك ايضا استشاري مع منظمه اليونسكو لجهه ادراج عدد كبير من المواقع مواقع الافريقيه لقائمه التراث العالمي مثل تشيدادي فيلا في كابو فيردي غران مونا في كوت ديفوار كونغو في أنغولا إذا أنت انخرطت في تحضير للملف ذكرى الإبادة الجماعية برواندا وشاركت كذلك بالملف المتعلق ب ترافال بكابو فيردي. أنت أيضا عضو بعدد من الجمعيات ولا سيما اللجنة العلمية الدولية بطريق رقيق. وأنت كذا مشارك بجهود مرتبطة بالاستعراض الدوري لمواقع اليونسكو في فيما يتعلق بالتراث العالمي في أفريقيا، وأنت كذلك كنت مستشارا لوزراء كثر. وزراء ثقافة في أفريقيا. شارل، أنت تعمل بالتالي على مواقع التراث العالمي هذه بالغة الأهمية، وتعرف أن اليونسكو عينت 93 موقع تراث عالمي في أفريقيا. بسبب قيمتها الفريده والطبيعيه وانت طبعا تعرفها لاسيما من خلال خبرتك وبالتالي اسالك ما هو اثر النزاعات وغياب الاستقرار على التراث والثقافه الافريقيه وكيف يمكن ان نستفيد من هذا التراث الغني لكي نحل النزاعات ونمنعها شكرا تفضل شكرا أن أهلا بكم جميعا يسرني جدا أن أكون هنا معكم وقلت لي أن أنه سيسرني أن أتحدث بالفرنسية لأنني أريد أن أشرح العديد من المفاهيم ولكن يبدو أنه من غير المسموح التحدث بالفرنسية وأعتذر منكم لأنني سوف أحاول أن أترجم بعض المفاهيم وشكرا أن كما تعرفون اليوم هناك أكثر من ألف موقع مدرج في قائمة التراث العالمي مع الأسف لأفريقيا ثمانية بالمئة فقط من المواقع المدرجة والمؤسف هو أن معظم هذه المواقع في خطر سبعة عشر موقعا معرض للخطر في حين أن القائمة ككل تضم 35 موقعاً في العالم أجمع من المواقع المعرضة للخطر. إذا في أفريقيا 40% من المواقع المعرضة للخطر وفيها فقط 8% من المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي. والمهم وسوف ترون ذلك في افريقيا انه بوجود النزاعات نرى فقط المواقع التي تجري فيها النزاعات ونزاعات كثيره في افريقيا ولكن بالراي يجب ان نعمل على الحفاظ على هذه المواقع وأن نرى كيف يكافح السكان للحفاظ على هذه المواقع في العام 2012 في ماوي في مالي عفوا إن مزار سيدي محمود قد دمر جراء الحرب ولكن رأينا أن السكان المحليين كانوا حاضرين من أجل الحفاظ على الكتب والمخطوطات القديمة الموجودة في الموقع وكذلك حاولوا أن يروا ما الذي يمكن الحفاظ عليه وفي العام 2017 حاولوا ان يعيدوا اعمار المزار وكان كل ذلك عمل السكان المحليين ولذا المهم من اجل الحفاظ والصون هو العمل مع السكان المحليين وهذا مهم جدا فنحن نملك احد أكبر المواقع في أوغندا مقابر كاتسوبي وقد دمرت جراء إحدى أسوأ الحرائق التي تطال مواقع التراث العالمي في أفريقيا ونحاول أن نرى كيف يمكن إعادة بناء هذا الموقع في بوغندا الواقع في ولاية كاسوبي في أوغندا وهذا لا يتحقق إلا بالاستناد إلى المعارف التقليدية للسكان المحليين. إذا، إذا ما شئتم أن تحافظوا على المواقع وأن تحرزوا أثرًا جيدًا، وإذا ما أردتم أيضًا أن تسووا النزاع في أفريقيا وتمنعوا نشوبه، من المهم جدًا في هذا الإطار العمل مع الناس، مع السكان المحليين ومع المجتمع المحلي، وبالتالي أن الاتفاقية الجديدة بشأن التوجهات والمبادئ التوجيهية تسعى لتحقيق ذلك، إذا ما شئنا الحفاظ على مواقع التراث العالمي، وهذا ما يحتم العمل مع المجتمع المحلي. شكراً جزيلاً. لقد استبقت سؤالي الثاني. الذي يتعلق باطلاق العنان لهذه الامكانات كيف نعمل على اشراك هذه المجتمعات المحليه الموجوده داخل او حول مواقع التراث العالمي كيف نحثها على الاطلاع بدور في السلام الدائم وفي منع نشوب النزاعات والحفاظ في الوقت عينه على المواقع التراثيه هل عندك اقتراح بهذا الشان نعم، المهم أن نرى كيف يمكننا أن نحسن حياة السكان المحليين الذين يعملون هناك. ومن الأمور المهمة في هذا الإطار عند العمل في مواقع التراث العالمي، الأخذ بالحسبان بحياة الناس الذين يعيشون ضمن هذه المواقع أو حولها. ثانيا، يجب أن نعمل مع الناس لنجعلهم في مستهل عملية إدراج هذه المواقع، هناك مصطلحات فنية في هذا الشأن، ولذلك كنت أرد أود أن أتحدث بالفرنسية، هناك مفهوم القيمة العالمية، وكذلك القيمة العالمية الاستثنائية، فلادراج موقع يجب ان تكون لهذا الموقع اهميه ثقافيه واحيانا تكون استثنائيه لتتخطى تاريخ البلد المعني اليكم مثلا مثال بوغي القيمه العالميه لبوغي هي انها تجسد ذكرى تجارة الرقيق عبر الأطلسي ويتعين على السكان المحليين المجتمع المحلي يعني بذلك أن يعرفوا بعض المصطلحات الفنية هذه وأن يتشاطروها ويجب أن نتشاركها معهم بمفردات مبسطة ويعد ذلك مهمًا جدًا فيجب أن نعمل بظل اقتصاد جديد أسميه الاقتصاد العنقودي المتمحور حول الثقافة يجب أن نطور هذا الاقتصاد وأن نخلق مجموعة من المنتجات، المنتجات الثقافية من اجل الموقع التاريخي اي موقع التراث العالمي ويجب العمل ايضا على التواصل يجب العمل على تمكين المجتمع المحلي كما يجب العمل على التكنولوجيا لت... جعل السكان المحليين يفتخرون بتقنياتهم المحليه يجب ان يفتخروا بان يروا تقنياتهم المحليه معارفهم المحليه هذه مجرد افكار لا يمكنني مع الاسف ان اشرح بعض المفاهيم ولكن سوف تطلعون عليها في أعمالي ومؤلفاتي بهذا الشأن. شكرا. شكرا جزيلا سيد شاغل أكيبودي. إذن لقد قدمت لنا بعض الأرقام حيث قلت أن لأفريقيا تقريبا 9% او اقل من المواقع المدرجه على قائمه التراث العالمي وهذا رقم لا يكفي وليس هناك تمثيل كافي كما اشرت لان معظم هذه المواقع مدرج على قائمه المواقع المعرضه للخطر ويجب ان نعمل ونتحرك ازاء ذلك ونشدد ايضا على الدور الاساسي للمجتمعات المحليه في صونها وقد اشرت إلى أن هذه المجتمعات المحلية تشارك فقط عندما يتم إشراكها منذ بدء عملية الإدراج على قائمة التراث العالمي. وعندئذ يمكن فيما بعد تطوير بعض المنتجات المحلية. شكرا جزيلا لك. عذرا عذرا كنت أتحدث عن موضوع التقارب بالنسبة للاقتصاد. نعم نعم تقارب حسنا. حسنا. شكرا جزيلا. شكرا على هذا الحوار الشيق. سمعنا البروفيسور شهيد فاودا يستنكر وعن حق الصورة القاتمة للقارة. وكما ذكر الحاجة من أن نتخلص من فكرة أن الحضارة تم القدوم بها إلى أفريقيا وبالتالي يجب أن نتفهم ونفهم هذا التاريخ الطويل والمعقد لأفريقيا تاريخ في الحركة حركات الناس وشبكات التجارة والتبادل وما إليه وأن يكون تكون المقاربة للثقافة مقاربة تاريخية أما سيدة مصطفى فاطمة مصطفى عبد العزيز فأنت من جهتك تحدثت عن أمر أدهشني وهو في واقع الأمر أن تعليم التراث هو أكثر أهمية من حفظ التراث وهذا قريب مما ذكره شارل أكيبودي فالاستثمار في البشر أكثر فائدة في واقع الأمر من أجل حفظ الثقافة، ولذلك الأثر الأكبر. نفهم أيضاً مما ذكرتِ أن المتحف، متاحف في أفريقيا تلعب دوراً مهماً، وبإمكانها الإسهام بتثبيت دعائم السلام. إذاً لا من خلال عرض تحف في المتاحف ولكن لتقديم وشارح التراث الافريقي الحي، وهذا ما تحاولين القيام به. اذا هذا التراث الافريقي الحي الذي لا يتم عرضه بالشكل الكافي، وكيف ان هذا التراث يجمع مناطق عديده، وهذا لافت لا على مستوى التواصل فحسب، ولكن على مستوى التعاون وعلى مستوى السلام. وأنا أتفق معك كامل الاتفاق. فالتقاليد الشافوية مشتركة بين عدد من الدول وعدد كبير من المناطق. ولكن نستذكر مثلاً الكاتب المالي العظيم والتاريخي أمادو أتيبا. الذي جمع التقاليد من كل غرب افريقيا، ونرى ان معظم هذا التاريخ كان مشتركا من كل المناطق، وثمة فهم مشترك ايضا له. نشكرك. لو كان لدينا ما يكفي من الوقت، سوف اطرح سؤالا اخيرا. او ربما كلمه اخيرا نسمعها كيف يمكن دعم الحكومات الافريقيه كي تعتمد مبادرات سياساتيه تجمع التاريخ والثقافه بالسياسه بما يمكن القاده السياسيين من الوصول الى بيئه تشاركيه تسمح بإدارة التنوع الثقافي في من أجل إفريقيا تنعم بالسلام كيف يمكن إذا دعم الحكومات تحقيقا لهذا المقصد هل أتيح لك الكلمة البروفيسور فاودا هل أنت معنا نعم صوت لا يصل. هل تسمعونني الآن؟ نعم، نعم، تفضل. واجهت بعض المشكلات الفنية في الاتصال. نعم، تحتاج الحكومات الأفريقية دعماً. مثلاً، لو اعتمدت الفكرة التي اعتمدتها كينيا ولو جعلنا كتب تاريخ عن في افريقيا جزءا من المناهج المدرسية والتعليمية فسوف يكون في ذلك خطوة كبيرة للأمام. هذه من الأفكار التي يمكن للحكومات الأفريقية أن تنفذها وأن تلعب دورا في سياقها. أعتقد أن ذلك بالغ الأهمية. وبناء عليه ولو كما قلت زدنا الوعي العام بهذه الأمور من خلال الرسوم الكرتونية ومن خلال الأفلام وما شابه ولو شاركت في هذه الجهود شارك المجتمع المدني وكذلك ممثلين عن الحكومات لو اعتمدت هذه التدابير وشاركت الأطراف المختلفة في تنفيذها فسوف تتيح الظروف التي تسمح لنا بان نظهر اهميه هذا التاريخ الطويل في حياه شعوبنا شكرا شكرا على اشارتك لدور المجتمع المدني سيده فاطمه مصطفى اطرح عليك نفس السؤال نعم آن. أعتقد أن المنظمات الثقافية الأفريقية تلعب دورًا مهمًا، لا سيما كي تتيح للحكومات والدول الأفريقية مبادئ توجيهية لجهة خدمة وحفظ التراث والتراث الوطني في إفريقيا القديم في إفريقيا. و يجب أن تكون هذه المبادئ التوجيهية في واقع الأمر لأفريقيا مكتوبة من قبل أفارقة وليس من قبل خبراء، يجب أن تأتي من المجتمعات المحلية نفسها على ضوء حاجاتها وعلى ضوء ما يحتاجه تراثها وما يحتاج هذا التراث من مشاركة. لا ان تكون هذه المبادئ مكتوبه من حكومات او خبراء او اي طرف اخر الخبراء يجب طبعا ان يشاركوا ولكن المجتمع المحلي والذي يجب ان يكون مشاركا بالمرتبه الاولى لا اذا ما تحدثنا عن اشراك المجتمعات المحليه في صون وحفظ تراثها يجب ان تكون على ادراك ان هذا التراث لها يجب ان تكون على ادراك لقيمه هذا التراث وبالتالي هذا دور مهم تطلع به المنظمات الثقافيه من اجل زياده الوعي والوصول الى ربما مبادئ توجيهيه او قاعده بيانات تحقق فرقا للجميع ولكل من هو معني بصون وحفظ التراث في إفريقيا شكرا شكرا جزيلا ولأنك أيضا ركزت على أهمية المجتمع المحلي أكثر من الخبراء شكرا على ذلك سيد شاشور هل أنا وجه السؤال نفسه إليك؟ كيف يمكننا أن ندعم الحكومات الأفريقية في مبادراتها في هذا الصدد؟ سيد شاشور، لا نسمعك، الميكروفون الخاص بك لا يعمل على ما يبدو. عذراً. برأيي الحكومات الأفريقية تحتاج إلى مساعدة على الصعيد الكلي، أنتم على حق هناك اتفاقات ومعاهدات واتفاقات ثقافية من ناحية مؤسسية. وكل ذلك لكن على الصعيد المحلي والوطني وعلى صعيد التنفيذ تحتاج أفريقيا ودولها إلى مزيد من الدعم. وهناك العديد من الاتفاقات الدولية ولكن هناك ملكية محلية وبالتالي يجب أن نضع برامج على الصعيد الصغري وأيضا أن نراقب المبادرات وأن تعمل عليها المؤسسات بشكل دائم وبالتالي من المهم بالنسبة لي من منظور عملي أن نحدد سبل بداء تغير السلوك لدى الدول لناحية الحفظ المحفوظات التاريخية، وكل ما يتعلق بالتراث، وغالباً أن الميزانية المخصصة لهذه العناصر قليلة، أو لا يتم أخذها بعين الاعتبار، وبالتالي من المهم أن نقوم بذلك. أنتم على حق بما قلتموه بشأن التاريخ الشفهي. وبغير ذلك قد نقع في فخ زوال التاريخ واضمحاله وشكرا شكرا جزيلا اذا يجب ان تترجم المواثيق الدوليه على الصعيد المحلي عبر برامج صغريه ويجب ان نواصل العمل في هذا الاطار سيد شاغل اكيبودي ما الذي يمكننا القيام به دعما للحكومات الافريقيه لاتخاذ مبادرات سياساتيه شكرا سيد اكيبودي هلا شغلت الميكروفون إذا، أحد أبرز الفوارق في هذا الإطار هي المصداقية. إذا ما أردتم أن تحشدوا دعم الحكومات بشأن التاريخ، يجب أن تكون لديكم القدرة أي المصداقية العلمية. وهذه نقطة بالغة الأهمية. يجب أن نصون تاريخنا. تاريخنا الملموس وتاريخنا غير الملموس مثلا المباني التاريخيه التقاليد وما الى ذلك اما العنصر الثالث فهو بناء القدرات ومن الامثله عن بناء القدرات التعليم كيف يمكننا ان نعلم الناس ونجعلهم يلمون بتاريخنا، أما العنصر الرابع فهو التواصل، لابد من التواصل بشأن قوة تاريخنا وقوة ثقافتنا، وأخيراً المجتمع، فلا يمكن أن نكون على الدوام نعمل فقط مع الحكومة. وأن نتوجه فقط إلى المجتمع المحلي عندما نحتاج إليه، عندما نحتاج إلى تصويت أو أمور أخرى. يجب أن نعمل مع المجتمع طوال الوقت. يجب أن نعود مراراً وتكراراً إلى المجتمع المحلي. وشكراً. شكراً. أقدر ما اشرت اليه فهنا مربط الفرس وبذلك نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الجلسة، أشكر المحاضرين الكرام على هذا النقاش الشيق لنصرة أفريقيا مع هوية ثقافية قوية وإرث مشترك وتاريخ مشترك وقيم مشتركة وأخلاقيات مشتركة وقد ساعد ذلك على إعادة التأكيد على أهمية الهوية الأفريقية المشتركة وملكية المستقبل. و بعد ان استمعت اليكم علي ان اعلمكم انني قد وضعت خارطه الطريق لانكم قد تطرقتم الى العديد من النقاط لا اعتقد ان الوقت يسمح الان لمواصله هذا النقاش ولكن يمكننا ان نواصل فيما بعد واود في الختام ان اقتبس ما قاله الدكتور ديني دينيس مكويغي الذين تعرفونه جيدا فهو قد حاز جائزة نوبل عام 2018 وقد تسنت لي فرصة أن ألتقي به خلال المنتدى الأفريقي لثقافة السلام في أفريقيا والذي يعرف بمؤتمر لواندا الذي يعقد كل عامين وأتمنى أن تتمكنوا من المشاركة في النسخة الثانية من هذا المؤتمر في لواندا في أكتوبر المقبل وعندما التقيت الدكتور دونيس موكيواجي قال دعونا نبني معا على قيمنا على تقاليدنا وعلى ثقافتنا من اجل التوصل الى المسار المناسب للرخاء والسلام. وبالتالي بهذه الكلمات اختم هذه المحادثه اشكركم مره بعد اشكر القيمين على سلسله حوارات افريقيا على هذه الفرصه الفريده من نوعها. ودعونا معا نعيد البناء علي نحو افضل بعد جائحه كوفيد 19 اشكركم جزيل الشكر علي حضوركم وحسن اصغائكم شكرا لكم إلى سلسلة حوارات أفريقيا ADS هذه منصة تفاعلية للشباب كي يعبروا عن صوت أفريقيا بشأن المناقشات السياسية المتعلقة بتنمية التنمية المستدامة في أفريقيا نركز في سلسلة هذا العام على الموضوع العام للاتحاد الأفريقي وهو الفنون والثقافة والتراث في بناء أفريقيا التي نريد هذا الموضوع الذي كرس في الطموح رقم خمسة في خطة 2063 والمرتبطة ب الهوية الثقافية والتراث المشترك والقيم المشتركة والأخلاقيات تنظم هذه السلسلة بالمشاركة مع مكتب الأمم المتحدة للمستشار الخاص حول أفريقيا وكذا مفوضية الاتحاد الأفريقي واليونسكو نركز اذا على الهويه الثقافيه والحيازه ولاسيما اعاده تشكيل الذهنيات وسوف نتناول السلام المستدام من اجل التنميه اخذنا بالحسبان التاريخ اسمي جانيس كومالو وانا موظفة معنية بالخراط الشباب وأنا من الدفعة الحادية عشرة للمتطوعين من الشباب في الاتحاد الأفريقي أرحب بالمحاضرين معنا اليوم السيد إبراهيم سيسي شلوم وهو مناصر ومدافع عن مواضيع العداله الاجتماعيه والسلام والاستدامه البيئيه، وهو يلعب دورا قياديا في عدد من المنظمات الشبابيه ومنظمات المجتمع المدني، وهو المدير التنفيذي لمبادره السلام افريقيا من خلال الفنون AAPI. يسرنا وجودك معنا ابراهيم، هل انت هل تسمعنا بوضوح؟ تحياتي للجميع سلام شكرا يا ابراهيم يسرنا ان نسمع صوتك وان نراك ثم المحاضرة الثاني سيرج هونتون وهو خبير اقتصاد وتنميه مع خمس سنوات من الخبره في مجال البحوث لتخفيف الحدي من الفقر والتنميه في افريقيا وهو باحث في مشروع اي ام اس في جامعه مواي في كينيا وهو كذلك باحث في شؤون اقتصادات اللاجئين في نيروبي وهو مؤسس مجموعة معنية بالبحوث حول الهجرة. سير، هل تسمعنا؟ مرحبا. شكرا يا جانس على هذا التقديم. يسرني أن أكون معكم. أقول طاب عصركم، ولكن يجب أن أقول طاب صباحكم. الساعة الخامسة عصر وبعد الظهر هنا. جميل شكرا لك يسرنا أن أسمع صوتك أيضا دعونا نبدأ نبدأ هذا الحوار وعندي عدد من الأسئلة سوف أبدأ بإبراهيم ما هو من وجهة نظرك دور الشباب في تعزيز التنمية المستدامة من أجل أو السلام المستدام من أجل التنمية شكرا جزيلا جنس تحية للجميع باسم السلام وباسم أسلافنا الذين مهدوا طريقا لنكون حاضرين هنا اليوم اود بدايه ان اقول انه في العام 1945 وعندما اجتمعت منظمه الامم المتحده للتربيه والعلوم والثقافه اليونسكو في لندن كان من اهدافهم ومن اعتباراتهم الآتي: أنه لتحقيق السلام العالمي يجب أن يؤخذ بثقافة السلام بالحسبان، أي التعليم والسياسة والثقافة، وأود أن أبدأ بشعار اليونسكو، وهو الآتي: لما كانت الحروب تولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام. لذا، بالعودة إلى سؤالك، إن دور الشباب فيما يتعلق بالنهوض بالسلام الدائم يجب أن يبدأ في عقولهم، عقول هؤلاء الشباب. وكيف نحقق ذلك؟ فبرأيي من خلال التعليم. مثلا الحصول على الشهادات والتعليم في مجال السلام الدائم، هذا أولا، أما ثانيا فلابد إلى الإشارة إلى أهمية الثقافة، ثقافة السلام، ثقافة اللاعنف والتسامح، فكما تعرفون إن. هو في معظم الدول الافريقيه يشكل الشباب 72% من السكان وفي كل نزاع مسلح الشباب هم الاكثر نشاطا وبالتالي يجب ان ناخذ هذا الامر بالحسبان ويجب ان نعمل على انشطه حقيقيه تحفزهم وتقدم لهم العلاج ليغيروا ذهنياتهم واشدد اخيرا على اهميه التواصل لا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمكن للشباب ان يعتمدوا على قوه وسائل التواصل الجديده والمبتكره من اجل ان يكونوا رواد ثقافه السلام وبالتالي دورهم على ثلاث مستويات المستوى الاول هو العقليه اعاده تحديد هذه العقليه وتغييرها ثاني مستوى هو في بيئتهم حيث يقطنون ويقيمون اما المستوى الثالث فهو في احداث التحول والدعوه الى السلام من خلال ادوات عده كوسائل التواصل الاجتماعي ومختلف اشكال التواصل هذا هو إذن دور الشباب شكرا يا ابراهيم اذا ما أستخلصه مما قلته هو وجود ثلاث مستويات لمقاربة التعليم وثقافة السلام واستخدام التواصل والسبل المبتكرة كوسائل التواصل الاجتماعي والمدونات الصوتية وإشراك الشباب أينما كانوا شكرا على هذه الأفكار أرى أيضا أن السيدة بيتريدر بول انضمت إلينا بيتريدر بول هي من مفوضي أو من أعضاء مفوضية الاتحاد الأفريقي ومجلسها الاستشاري للشباب وهي عضو في مبعوث الاتحاد الأفريقي للشباب وهي يعرف عنها مناصرتها لشؤون المساواة بين الجنسين والصحف وكذلك هي تؤثر في فرع تنزانيا في اليونيسف للنهوض بحقوق الأطفال بتريدر يسرنا حضورك معنا هلا هل أسمعتنا صوتك نعم سيدة جانس سوف أنضم عما قريب لا يمكنني الآن أن أشغل الفيديو وسأنضم إليكم لاحقا لا بأس نستمع إليك بعد قليل في الأثناء دعوني أنتقل إلى سيرج سيرج برأيك كيف يمكن للشباب أن يسخروا الثقافة والتراث لبناء السلام الدائم okay, thank you. شكرا يا جانس وكما قال من سبقني الامر يبدا بالتعليم فللتعليم بالغ الاثر عندما نعلم الناس يكونون على ادراك لفوائد السلام ما يمكن للشباب اليوم القيام به هو العمل على هذا التعليم مع اولئك الذين مثلا لا يحصلون على التعليم العالي او لا يفهمون آثار ومكاسب السلام. وأود بالتالي ان اتحدث عن زيادة الوعي، يجب ان نزيد الوعي على المستوى الشعبي، فعلى هذا المستوى تبدأ يبدأ كل شيء. العنف والنزاعات تبدأ على هذا المستوى مثلا لو أرد بوكو حرام أن تجند الشباب فهم يستهدفون طبعا أولئك الذين لم يحصلوا على التعليم إذا أخذت مثل الشباب في القرن الأفريقي الأمر سيان إذا ما أرادوا أن يجندوا فهم يستهدفون الشباب الذين لم, حصل لم يحصلوا على فرصة التعليم وبالتالي التعليم هو أساسي ثم ثانيا موضوع زياده الوعي يجب ان نطلع شباب على مكاسب السلام وتداعيات النزاع والعنف وفي خضم كل ذلك يمكن مثلا ان نستفيد من دروس بلدان عرفت الحرب واثر الحرب على تنميتها فكلما وقعت حرباً كلما تراجع مستوى التنمية وبقي متدنياً مثلاً هذا الوضع في هذا هو الحال في بوروندي لماذا بسبب الحرب بسبب النزاع إذا هاتان النقطتان ودت الإشارة لهما ويجب أن نساعد الشباب من خلال زيادة الوعي من أجل بناء السلام المستدام شكراً شكرا جزيلا. أرى محادثة مع ماتيلدا، ماتيلدا، هل هكذا تودين أن تشاركي معنا؟ حسنا سيرج، أثمن النقطتين اللتين ذكرت، هذا ما قلته أنت وهذا ما قاله إبراهيم، التعليم هو أهم عنصر في الفهم وزيادة الوعي. اذا وكاننا نتحدث عن وسم التعليم من اجل السلام لو ان هذا الوسم ليس موجودا اصلا بكل احوال انتم تحدث ماذا أنتم تحدثتما عن زياده الوعي والعمل مع الشباب على المستوى الشعبي ما هو السبيل للقيام بذلك فبعض الشباب مثلا ليس له امكانيه الوصول لمنصات التواصل الاجتماعي ليس له وصول للانترنت كيف يمكن ان يزيد الوعي بالنسبه للشباب على المستوى الشعبي والذين يواجهون هذه المشكلات نعم، هذا سؤال مهم، فمن بين التحديات في أفريقيا، لا سيما في المناطق الريفية، إذًا من أهم التحديات موضوع الوصول للإنترنت. بالتالي لا يكون ثمة إمكانية للاستخدام الهواتف الذكية أو منصات التواصل الاجتماعي. عندها يجب إنشاء مجموعات صغيرة في المناطق الريفيه النائيه والعمل اذا مع هذه المجموعات الصغيره من الشباب والعمل على تثقيفهم وتعليمهم من خلال تعليم هؤلاء يعطون فرصه فرصه للوصول على سبيل المثال الى التعليم الى تدريب التدريب المهني او الوصول للتعليم وهذا سيزيد من فهمهم لاهميه السلام والتنميه Okay. Thank you so much. شكراً جزيلاً على هذا الإسهام الأهم لناحية إشراك المجتمع المحلي وإشراك القواعد الشعبية الشبابية وعدم ترك أي أحد خلف الركب. هل لي يعني أن أذكر كل المتحدثين بوجوب تشغيل الفيديو لنرى وجوهكم ونرى ما تحمله من انفعالات عندما تتحدثون؟ باتريدا هل بدي جاهزه لتناول الكلمه باتريدا ارى ان الميكروفون الخاص بك لا يعمل هل يمكنك ان تنضمي الان حسنا لا باس سنعود اليك في وقت لاحق ابراهيم دعني اعود اليك برايك كيف يمكنك ان تقول ان الشباب قد اسهموا في السلام الدائم في الماضي شكرا جزيلا يا عزيزتي دعيني اقول بدايه اننا نملك الجهاز الشبابي الافريقي وكذلك مكتب المبعوث الخاص بالشباب فضلا عن هياكل اقليميه ووطنيه وهياكل يتطوع فيها الشباب عاده ونستخدمها للنهوض بالسلام في افريقيا وهنا ايضا مكتب المستشار الخاص لشؤون افريقيا يعنى بذلك وبالتالي في العام 1960 اجتمع في كوناكري طلاب شباب وقدموا أفكارهم في هذا الشأن وهذا ما أدى فيما بعد إلى توسع هذه الحركة حركة الاتحاد الوحدوي الشبابي و شملت هذه الحركه دول عديده في افريقيا وبالتالي قد اسهم الشباب في تعزيز السلام في افريقيا بشكل تدريجي حاليا لدينا خمسه عشر منظمه شبابيه افريقيه تركز حصرا على السلام والشباب والامن وهذا انجاز كبير فضلا عن برنامج يعنى بالسلام للشباب على مستوى الاتحاد الافريقي ومنظمة المعنوة مبادرات الفنانين الافريقيين للسلام والتي تأسست قبل خمس سنوات موجودة في 33 دولة افريقية ونحن نستند الى قوة الفنون والثقافة والاعلام لمناصرة ثقافة السلام واللا عنف وفي كل عام نعقد فعالية جانبية على هامش قمة الاتحاد الافريقي عنوانها منتدى الفنون من اجل السلام وقد نظمنا المنتدى منذ خمس سنوات في كل عام واستخدمنا هذا المنتدى لاسماع صوت المبدعين من الشباب قبل عامين مثلا أطلقنا مشروعا يتعلق بإسكات ذوي المدافع في أفريقيا من خلال الفنون وقد نجح في جنوب السودان السنغال وغامبيا وغينيا بيساو ودول أخرى وفي هذا العام وأزنحت في بعام الفنون والثقافة والتراث نحن بصدد إطلاق برنامج جديد عنوانه الدبلوماسية الثقافية في أفريقيا ونريد أن نجمع شباب وفنانين ومبدعين وممثلين عن القطاع الخاص معا لنرى كيف يمكننا ان نستفيد من مواهبنا من اجل مناصره خطه 2063 الخاصه بافريقيا والتي تشكل فرصه لنا. وانقطع الصوت. اذا مع الاسف الجائحه جائحه كورونا موجوده ونحن نعمل عن بعد افتراضيا ولكن اعتقد ان المهم هو ان تكون قلوب قلوبنا وعقولنا متحده. فهذا هو المسار الأسهل لنهودي بالسلام لأن السلام ليس فقط غياب الحرب فحينما لا يملك الشباب العمل ليس هناك سلام لهم وبالتالي هي علاقة مترابطة وبالتالي دعونا نأخذ بكل هذه الأمور ونغير الدينامية شكرا يا إبراهيم أنا بالفعل شاركت في أحد منتديات الفنون أجل السلام ويمكن أن أؤكد على جمال وأهمية هذا الحيز بناء عليه اسالك عندما نعمل على استخدام الفنون من اجل السلام ما الذي يخرط الشباب؟ اي نوع من اشكال الفنون؟ هل هو الغناء؟ هل هو الفنون البصريه؟ اي شكل سوف يسمح بمشاركه اوسع من الشباب؟ شكرا لك على هذا السؤال. ثمة لغات عالمية ثلاث وهي الرياضيات والموسيقى والفن بحد ذاته كحيز بشكل اساسي يتفاعل الشباب مع الموسيقى لان الموسيقى تجمع الناس وايقاع وبالتالي ما كنا نقوم به هنا في اديس ابابا على سبيل المثال هو تنظيم منتدى السنوي وما اسمينا موسيقى السلام الـ الـ او حفل موسيقي هو الموسيقى من اجل السلام استقدمنا فنانين من افريقيا وسجلنا اغنيه من اجل السلام وكان الحفل الموسيقي مجانيا وشارك كثر ثم شكل اخر هو الافلام الشباب الافارقه يحبون افلام نوليوود فالافلام تجمع كذلك كل اشكال الفن تجمع الفنون البصريه والموسيقى وبالتالي لكي نستفيد من كل ذلك يجب ان نتمكن من استخدام الفن بوصفه علاجا للتعافي يجب ان يتم استخدام الفنون في مخيمات اللاجئين مثلا ولأولئك الناجين من النزاعات وفي الشوارع يجب ان نستخدم مثلا لي... آم... يجب ان يستخدم الفن كاداه من اجل التحول والتغيير الاجتماعيين ومن اجل مناصره ثقافه قائمه على السلام وغياب الرعب. So شكرا جزيلا ابراهيم احببت جدا فكره استخدام الموسيقى والفنون للبلسمة وتحقيق المصالحة في الظروف التي شهدت نزاعات وأيضا من خلال استخدام الفنون مع المجموعات المهمشة مهمشة عفوا كما قلت دعوني أعود لسيرج سيرج ما رأيك بفكرة إشراك الشباب باستخدام الموسيقى باستخدام الأفهام كما قال أخي إبراهيم ما هي بناء على تجربتك الطرق الافضل للوصول الى الشباب، و برأيك ما هي اشكال الفنون الاخرى التي يجب ان ننهض بها ونستخدمها في هذا الحيز من اجل النهوض بسردية التشجيع على السلام من اجل التنميه؟ حسنا، شكرا جزيلا، هذه فكره رائعه. يمكننا أن نتحدث أيضاً عن المنافسة، ليس المنافسة لأجل المنافسة بل لأجل جمع الناس معاً، مثلاً نموذج الفوتبول كرة القدم في غرب أفريقيا إن كرة القدم تجمعنا معاً، فمتى وجد كرة القدم نكون جميعاً نشارك في المباريات ونجتمع ونتلاقى وبالتالي يمكن مثلا ان كنا نغني اغنيه ان ننظم مباراه في الغناء مع لجنه حكم ويمكنهم ان يختاروا الافضل فاذا ما اعتمدنا هذه الطريقه اعتقد انها سوف تجلب السلام وقد تحدثت إذاً عن كرة القدم أيضاً، فهي جزء من الفنون، شأنها شأن الرياضة، وقادرة على تحقيق السلام. ويمكنني أن أرى ما يقوم به الشباب، وأن أضرب لكم مثالاً. أنا عضو في نادي روتري الدولي، ومن أجل أن أجمع الناس، نقوم بمبادرات وتعرفون انه هناك حالات نزاع بين الرحل وبين المقيمين ونحاول ان نجمع ما بين الرعاه والرحل لمعالجه النزاعات وبالتالي يمكننا ان ننطلق من هذه المبادرات هي بسيطه ولكنها مستدامه ومتى قمنا بذلك نكون قد حققنا المصالحة مثلا من خلال ما قمنا به نحن في هذا الإطار من حفر حفرة وبالتالي هذه كلها أفكار شكرا شكرا على هذا المثال الرائع كيف أن أمورا بسيطة قد تحل مشكلات كبيرة أعود الآن إلى باتريدا شكرا يا باتريدا على انضمامك لهذا الحوار اسمحي لي أن أوجه لك سؤالا سريعا كيف يمكن للشباب من وجهه نظرك ان يزيدوا او يكثفوا من النهج الافريقيه على مستوى السكان الاصليين في بناء السلام؟ شكرا لك يا جانيس يسرني ان اكون معكم اليوم في واقع الامر. عديدة هي السبل التي تسمح للشباب المشاركة في عمليات بناء السلام لا سيما على مستوى سكان الأصليين وقبل قليل سمعت ما ذكره إبراهيم بشأن ما يقوم به مكتب المبعوث الخاص لا سيما على جبهة السلام والأمن ولا سيما فيما يتعلق بالشباب بالتالي لكي نعزز من السلام والأمن في المجتمعات المحلية التي تدوج... يتواجد فيها السكان الأصليون يجب أن يكون ذلك من خلال تدخلات مختلفة ومن خلال شراكات مع مؤسسات شبابية ومنصات شبابية ويمكن التعامل أو التعاون مع الوكالات الامميه العامله من اجل السلام والامن كيف يمكن ايضا ان نؤثر بالحكومات لمساعده المجتمعات من السكان الاصليين يمكن الاستفاده من سياسات مختلفه من دون اعطاء الافضليه للغالبيه وبالتالي يمكن العمل على جهود حشد التاييد والمناصره كي تكون القوانين والسياسات افضل على المستوى المجتمعي في الدول المختلفه وقد يكون في ذلك نقطه بدايه طيبه تضمن اننا نجري هذا الحوار ونتامل في عمليات السلام وبهذه الطريقه يمكن ان نساعد كذلك المجتمعات المحليه لا سيما تلك التي تخلفت عن الركب او تلك التي تواجه مشكلات مرتبطه بالهويه هذا تحد بحد ذاته ولا سيما بالنسبه للسكان الاصليين اذ ان في ذلك عائق اساسي لجهه انقطع الصوت يمكن للشباب إذا أن يكونوا محركا للتغيير في هذه المجتمعات. يتقطع الصوت من المصدر. شكرا يا باتريدا. ما أسمعه منك هو إشارتك إلى أهمية الضغط على الحكومات من أجل زيادة الوعي في صفوف الشباب. والاستفاده من هذه النهج والشراكات مع شبكات الشباب لتعزيز هذه النهج في بناء السلام. شكرا لك على هذه المداخله. والان سانتقل الى جوله اسئله سريعه لنعرفكم اكثر على شعيد شخصي، دعوني ابدا مع سيرج. ما ما الذي تقراه او تستمع اليه حاليا لقد كنا نتحدث عن الموسيقى الى ما استمعت مؤخرا هل مدونه صوتيه ام فنان معاهد دعنا نطلع على اجابتك اعتقد انني ساختار المدونه الصوتيه بودكاست لانني استمع الى مثل هذه المدونات الصوتيه في كل صباح فعندي تطبيق على الهاتف يقدم لي اقتراحات في كل صباح بشان الثقافه العامه رائع فكما تعرف أن جيلنا يشارك بسرعة كبيرة في هذه الأمور ليس فقط في مجال الموسيقى بل استماع للمدونات الصوتية في كل صباح إبراهيم السؤال نفسه ما الذي تقرأه ما الذي تقرأه على كتب إلكترونية إلى أي مدونات صوتية تستمع اقرا اخبار عديده على الانترنت او بطرق اخرى احب ايضا ان اقرا الكتب وانا ايضا حاليا شخصيا بصدد كتابه كتاب بشان الحوار ما بين الاديان من اجل السلام بالاستناد الى مثال اثيوبيا وعلينا أن نثبت أهمية مثل هذا الحوار مثلا في أماكن كنيجيريا حيث هناك مسيحيين ومسلمين وفي أماكن أخرى هذا شيق جدا سوف ننتظر هذا الكتاب متى يتوقع صدوره؟ إن شاء الله قبل ديسمبر كانون الأول وهو كتابي الأول حسنا سوف ننتظر هذا التاريخ سننتظر ديسمبر بيت ريدر دعيني أيضا أسألك سؤالا مختلفا، ما هي برأيك أفضل تجربة عملية لك؟ أجمل تجربة في وظيفة هي في واقع الأمر فرصة لقاء أشخاص من أفريقيا ومن خارج أفريقيا لاننا نتمكن بالفعل من لقاء شباب من اجزاء مختلفه من القاره وعبر العالم وانا اتعرف من خلالهم على ما يقومون به واتواصل معهم ومع شركاء في مبادره اخرى يقومون بها وبالتالي هذه التجربه التي احب بشكل خاص في سياق عملي حسنا، أسألك سؤال متابعة لو سمحتي، نفس السؤال الذي طرحته على المحاضرين الآخرين، ماذا تقرأين؟ أي بودكاست تصغين لها أو حتى أي موسيقى إذا تستمعين لها؟ أقرأ حاليا كتاب باللغة الإنجليزية عنوانه Unwrapped The Story of a Shepherd، هذا الكتاب صاحبه دكتور أبراهام زانفا وهو أحد الزملاء الذين عملت معه. كتاب مشوق يتناول قصة التغيرات المختلفة في حياة المرء. بالنسبة للبودكاست فاستمع بشكل خاص إلى Why Lead Others لبن أودن. هذه سلسلة من شباب وحتى كبار سن ذوي نفوذ يتناولون سيرة قيادتهم وقصصهم في الميادين المختلفة في مجال الريادة، في مجال التعليم، في مجال الموضة، في مجال المعرفة المالية أو مجال التكنولوجيا. أما الفنان أو الموسيقى المفضلة لي حالياً فهو باني. وفنان رائع. وأغنيته جميلة للغاية. وأعتقد أنه واسع الشهرة اليوم. شكرا لك يا باتريدا شكرا لك على هذه المعلومات أنا سوف أخذت علما بهذا البودكاست وأيضا بالفنان الذي تحبين أشكرك وأشكر المحاضرين أشكركم على هذا الحوار الشيق وأنهي بالتعبير عن شكري لكل من ساهم بتنظيم هذا اللقاء وكل من حضره كان هذا اللقاء رائعا بالفعل إذا مني لكم أتمنى لكم يوما هنيئا وطيبا شكرا